مبسوط كتير كتير لأنك وأخيرا كتبتيلي وكمان رسمتي وجه بنت حلوة زيك. اسمي زينة، عمري 12 سنة، ساكنة برأس العمود القدس. كان عمري 15 يوم وقت ما انحبس البابا، وبابا محكم 20 سنة. سوسو ساشا. هاد حبس عويس، وهون اللي تحت واد قدوم، وهون وهاي المنطقة كلها راس العمود، وهون الجدار. شايف هذيك البيوت؟ اللي جنب بعض اللي بتشبه بعض. هاي مستوطنة. كانت أرض كبيرة، بس حكت إسرائيل إنه بدهم يبنوا هون مستوطنة. بابا وشباب سلوان حطوا هون خيام وطردوا، أخذوهم الشرطة وغصبا عن أهل راس العمود بنوا المستوطنة. هاي رسالة من بابا. حبيبتي الصغيرة الغالية زينة، قد فرحت كثيرا بك وبعقلك الكبير في الزيارة الأخيرة. أنا هاي الصورة حطيتها عشان لو أصحى من النوم أذكر بابا. بابا كان يسمع لنا، يعني كان دائما ماما كانت تحكي لي انه كان دائما يسمع للعود، فانا كمان بحب العود. كل ما بسمع الموسيقى بتذكر بابا. لما بابا ما يكون بالبيت وما اشوفه كون حاسه انه في اشي ناقص، يعني لازم يكون في حدا كمان بقدم لي الرعاية عشان أحس بالأمان أكتر، أحس إني أقوى. يعني الواحد بحس إنه في نقص كبير بقلبه. لقيت الزرة، يوو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 
مريم. هاي الصورة وقت عيد ميلاد البابا. كل سنة احنا بنحتفل بعيد ميلاد البابا لأنه دايما بيكون بقلبنا وعائلنا. لو أنا بابا كان معنا كان أكيد بيكون الإشي أحلى، ودايما هو بيكون بذكرتنا. بكتب لما بكون زعلانة بكتب، لما بكون مبسوطة بكتب، لما يكون في مناسبة بكتب. كل حياتي تقريبا كلياتها مكتوبة. بكتب لبابا؟ بكتب لبابا رسائل. هذول كلهم رسائل من بابا. أحلى زينة في عيدها العاشر، كل عام وأنت بخير، غيرتك المحب مجد أو المنتصر، سجن جلبوع 6/3/2011. أنا صغيرة كان عمري وقتها 4 سنين، كنت عند أخصائية الأطفال، صرت تحكي لي ارسمي إشي من خيالك. رسمت زرافة ورسمت جنبها سور سجن. سألتني ليش هيك رسمتي؟ صرت أحكي لها عشان الزرافة رقبتها الطويلة فبتطلع من جوا السجن وتطمني على بابا وبتيجي بتحكي لي. أنا حلمي قبل ما أكبر إنه بابا يطلع من السجن ويدرسني ويلعبني، لأنه ولا عمره حملني ولا مسك إيدي ولا أخذني ويمسك إيدي ويوديني على المدرسة. إنه لما نروح على رحلة يكون معانا، ما أصير جامعة وهو مش معاي، ما بدي أكبر بدونه. هذا هو حلمي. Thank you.
أثبت لعب إيدي؟ إني أكون مجتهدة دروسي وأكون مجتهدة بالأشياء اللي أنا بعملها عشان إن بابا لما يطلع يكون فخور فيه ولما يطلع يكون أكون أنا رفعت راسه.